أهلا وسهلا بحضراتكم. أفضل فطار لمريض السكر بدون مقدمات، هندخل في الموضوع على طول. هنبدأ بدون مقدمات علشان الفيديو ما يبقاش طويل. أولا شرب كوب ماء قبل الفطار على الريق، والوجبة هتتكون من بيضة مسلوقة عليها معلقة قشطة أو معلقتين زيت زيتون، ممكن أي نوع من الأسماك الزيتية زي التونة. ومع الوجبة هيبقى فيه بصلة خضراء أو بصلة ناشفة متوسطة الحجم وحزمة جرجير أو خس أو خيار وثلاث قرون بامية أو معلقة بامية ناشفة مطحونة. لو المريض عايز ياكل عيش، ممكن نص رغيف عيش أسمر، وممنوع العيش الفينو، وطبعا لو يقدر يستغنى عن العيش يكون أفضل. بعد الأكل ممكن يشرب كوب حلبة مغلي أو كزبرة أو قرفة بدون سكر. ترتيب الوجبة يبقى هياخد كوب ماء الأول، وبعد كده ياكل الخضروات في الأول، وبعد كده البروتينات زي البيض أو التونة أو أي نوع من الأسماك، وبعد كده النشويات لو حب ياكل عيش يبقى آخر حاجة في الوجبة. لو المريض احتاج إن هو يعني ياخد مسليات، ممكن ياخد ترمس كنوع من المسليات بعد الأكل بساعتين. في حالة لو انت هتمشي على هذا النظام فترة، لو انت انسان كان نسبة السكر عندك في مرحلة ما قبل السكري، ان شاء الله هيفيد معاك وهينزل معاك النسبة للطبيعي. ولو انت مريض سكر، حاول تتابع بالتحليل، لان ممكن سكرك ينخفض فهتحتاج انك تعدل جرعة العلاج او ممكن تبطل العلاج نهائيا. شكرا لكم وإلى اللقاء.